متابعينا الجميلين، اليوم أنا وغسان عندنا خطة. رحنا اشترينا أغراض عشان نبيع ونسوي بقالة ونخلي بينا تيجي تشتري من عندنا ونعطيها سعر غالي. أيوة كل حاجة تبغاها نقول لها غالي. أيوة غالي وخليها تدفع كل فلوسها اللي عندها. إيش رأيك؟ أيوة أخذ فلوس كبير ومحشتي كبير. طيب قبل ما نبدأ إيش نقول متابعينا؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء جديد. ويلا اللي ما سوينا اشتراك يسوي لنا اشتراك دحين 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 والان قبل ما نبدا الفلوق اطلعوا طبعا سووا لنا لايك وارجعوكم. يلا غسان دحين يرتب البقاله حقته. يا سلام ورينا ورينا ايش اشتريت. هنا رتب ونشوف رتب ونشوف. هذه هنا البسكوت القشطه، بسكوت السمسم، وكمان اللوز. ما شاء الله جايب الاشياء اللي تحبها روبين. جايب الاشياء اللي تحبها روبين. طبعا روبين تعشق الويفر وهذا الواو. الاشياء ايوه تحب الاشياء انت كل جايبها عشان تخدعها يعني. روبين تحب هذا وهذه بقاله غسان قاعد يرتبها. ما شاء الله حطها هنا 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 حطها. برافو ما شاء الله بقالتك تجنن يا غسان. شوف البسكوتات اللي جابها. بسكوت البرتقال يعني جاهز مستعد ولا باقي العصير والمويه؟ باقي العصير والمويه. يلا 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 جيب جيب جيب. وهنا عصيرات والمويه جاهزه. بقالتك جاهزة خلاص يا غسان؟ ايوه يلا تبدا؟ يلا الدين يا
اديني. طيب انا العبها. اديني. اعطيني الشيبس. كم الشيبس؟ الشيبس 5 ريال. الله، هذا الصغير ب5 ريال؟ قولي ما شاء الله. ايش هذا؟ هذا ب5 ريال؟ حرام عليك. خليني اشتري. طيب. لا في جواي الموكي. خلاص باخذ هذه. كم سعرك؟ 10 و5؟ 10 و5 كذا صار 15. 15؟ خذ. لا تشتري. شايف حرام، ما عاد اجي اشتري من عندك. ان شاء الله يكون عجبكم بلوجنا واستمتعتم معنا في بقالة الاطفال. كل واحد يوقف عند اللي يحبه من الثلاثة الدببة ذولا. يلا انت تحبهم كلهم. بينا وانتي تحبين مين؟ هذا واحد. والبني هذا شهاب. شهاب انا احبهم كلهم حتى انا الثلاثة. بينا وريهم شعرك الجميل وتسريحتك الجديدة. شوفوا شوفوا شعبي عجبتك. يا سلام على الدلع البنات الحلوين، احلى قلب. لمين هذه؟ لمين القلوب؟ لمين؟ للمتابعين. للمتابعين. يلا اعطونا ايش؟ واشتراك. ها انا قلب التي وله. يا سلام شوف بس انا قلب المقلوب. هذا قلبه. يلا يلا يلا.